احمد امين سبيبي، مدير عام بالنيابه المركز الجهوي للاستثمار مراكش اسفي. احنا بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش اسفي جد سعداء بتنظيم هذه التظاهره، هذا لو صالون اللي يمتد على اسبوع كامل بالموازاه مع لي اسامبلي انويل ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذه فرصة حتى أننا نعرفوا بالعمل اللي كنقوموا به لتشجيع المقاولات الشابة والمواكبة والمصاحبة اللي كنقوموا بها ونطمان دون الكادر ديال البروغرام ديال الإدماج الاقتصادي للشباب، هو اللي كما كتعرفوا برنامج كيجمع العديد من الشركاء والعديد من الفاعلين كل من موقعه حتى أننا نقدروا ندمجوا الشباب سواء كان ذلك بالتشغيل ولا بالتشجيع ديال المقاولة. وهكذا منذ بداية هذا البروغرام هذا ورغم لفات أنه كوانسيدا مع كوفيد لأنه بدأ في 2019 قدينا نواكبه ماليا ما يزيد عن 240 مقاول ومقاولة شابة ونقدموا المواكبة والأبوي نون فينانسي المواكبة الغير المالية سوفورم ديال ورشات تدريبية بطبيعة الحال والمصاحبة يعني نعاونوا أترافيغ نو كونسيي لي جون أنهم يمانوفغيو العراقيل اللي يمكن كيواجهوها في الكوتيديان ديالهم ديال لا جيستيون ديال اون انتربريز. إذا هذه كانت الفرصة أولا أن نحتفلوا بهذا الشباب وأن نوريوهم العالم ونوريو القدرات ديال الابتكار والقدرات ديال الانيسياتيف فريمون اللي كاينه عند الشباب المغربي. هذه أول حاجة، وبطبيعة الحال اون بروفيت حتى أننا نفورميوهم ويكون ان كونتوني انتريسون بوندون توت لا سمين سو فورم دو وركشوب اي دو تيم بيلدين حتى أن هاد الشباب نخلقوا دي سينيرجي بيناتهم ودي كومبليمونتاريتي ويخدموا مع بعضياتهم ونحيدوا منهم حتى داك لو سنتيمون اللي يمكن يكون عند المقاولين مره هو لو سنتيمون ديال العزلة وأنهم يحسوا بريوسهم موان سول. تشرفنا اليوم في لو بانيل انستيتيوشنيل ديال التظاهره بالمشاركه وبالحضور ديال الفاعلين اليوم المتدخلين في العالم ديال رياده الاعمال وديال انشاء المقاولات، وتشرفنا بالحضور ديال الوزاره ديال الاستثمار الالتقائية وتقييم السياسات العمومية اللي شرفونا بالحضور ديالهم للتعريف بالورشات اللي كيشتغلوا عليها للدعم ديال المقاولات الصغرى والصغرى جدا دائما في إطار ميثاق الاستثمار والقانون ديال القانون الإطار الجديد اللي خرج باش بزاف. وكنودو من هذا المنبر أيضا أننا نشكروا لو ليدرشيب ريجيونال ديالنا في الشخص ديال السيد الوالي واللي كيسهر على التنفيذ ديال السياسات العمومية ناسيونال اللي انيسيي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعلى التنزيل ديالها وبالأخص فيما يخص الشباب اللي كيحظوا بواحد العناية خاصة من عنده. وهاد البرامج هذه هي برامج يتتبعها شخصيا معنا وكي دائما كيشجعنا في اننا نمشيو فيها ابعد. السلام عليكم، زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي للشراكات والتواصل في وزاره الاستثمار التقائيه وتقييم السياسات العموميه. انا غنكمل منين سال السيد المدير العام المركز الجهوي للاستثمار وهذا الميثاق ديال الاستثمار الجديد باش نعطيكم واحد النظره علاش هذا الميثاق هو مهم حيت خصنا دابا اليوم الاستثمار خصو يخرج من هذاك لاكس رباط كازا طنجة، داكور؟ هذا اولا. ثانيا الاستثمار خصو يخرج من لي سيكتور اللي هما حنا تنعرفوهم، خصنا نمشيو لي سيكتور اللي تينتجوا، داكور؟ دونك اللي بغى يدير البني مرحبا به تبارك الله عليه يمشي، غير هو خصنا نمشيو دابا كاين تبارك الله راك شفتوه الشباب فاش كنا تما لداخل، الشباب اللي تيكري، الشباب اللي تينتج، الشباب اللي تيبدع، خصنا نعاونوه باش يكري هو الشركه ديالو، خصنا نخرجوا من ديك العقليه اللي حنا بكل صراحه تعلمنا بها خصك تكبر تكون موظف تكبر تكون في هذا في خدمه هذا، خصك دابا الشباب فاش يكون تيقرا يخرج بواحد الفكره انه غادي يكري هو المقاوله ديالو دونك خص شنو دير الدوله خصها تعطيه الثقه حيت الاستثمار هو اولا فعل ديال الثقه داكور. دونك هذا الميثاق الاستثمار الجديد تي بغينا نخرجوا الاستثمار من لاكس رابا كازا طنجي باش نوجهوه ان شاء الله للجهات، خصنا نمشيو لي سيكتور الجداد اللي هما دابا كرياتور دومبلوا اللي هما كرياتور دو فالور اجوتي، اي تنشوفوا تبارك الله لا ريجون ديال مراكش كعندها كاع المؤهلات وعندها الشباب كومبيتون وكاليفي، وفاش تهضروا مع الناس بان ان شاء الله عندنا مستقبل جديد، عندنا كاس العالم اللي غادي تكون في 2030. هذا كاس العالم ماشي غير
على الرياضه هي حتى هي كاع هذوك المشاريع اللي غادي يمشيو وحدها، المشاريع السياحيه، المشاريع الطرقيه، المشاريع البني اللي غادي يكون اوتور ديال هذا الشيء، كاع الشركات اللي غادي تكريو باش نوصلوا لهذيك النتيجه ان شاء الله. حيت اليوم فاش تشوفوا المغرب تبارك الله تحت الرؤيه الساميه لصاحب جلاله الله يسرو، المغرب وصلنا لواحد المستوى اللي غير يعقل. خصك فين ما مشيتي في العالم تيهضروا لك على المغرب، على المومنتوم ماروك، المغرب المغرب المغرب. اليوم فاش تيجيو هاد البنك الدولي ولي زورغانيزاسيون انترناسيونال تيجيو للمغرب، علاش؟ حيت كاين واحد الثقه في هاد البلاد. علاش تيجيو الشركات الكبار بحال غونو بحال بيجو بحال بوينغ تيجيو لهنا؟ باسكو كاين واحد الثقه في هاد البلاد، في هاد الشباب، في الكفاءات ديالو وفي الميثاق اللي كاين هنا عندنا.